السلام عليكم مشاهدينا، وإلى ملفنا الأول ونعالج فيه العلاقات الإسرائيلية الأمريكية. ففي موقف واضح لتبديد المخاوف الإسرائيلية في ظل الانقسام الداخلي الحاد بسبب سياسات حكومة نتنياهو المتطرفة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال استقباله نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ في البيت الأبيض أمس الثلاثاء إن الصداقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل غير قابلة للكسر، مضيفا: نحن نعمل معا لتحقيق المزيد من التكامل والاستقرار في الشرق الأوسط حسب تعبيره. وأكد بايدن التزام واشنطن الصارم والحازم بأمن إسرائيل. إلى ذلك، أدانت حركة حماس تصويت الكونغرس الأمريكي على قرار يعتبر فيه إسرائيل دولة غير عنصرية، معتبرة ذلك القرار انحيازا أمريكيا فاضحا للاحتلال وتشجيعا له على مواصلة جرائمه وانتهاكاته ضد الفلسطينيين. وقالت الحركة إن القرار الأمريكي تغافل عن تاريخ الاحتلال الصهيوني الأسود المليء بعشرات المجازر. ويأتي موقف حركة حماس بعد أن صوت مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء بأغلبية ساحقة على قرار رمزي يعيد التأكيد على الدعم الأمريكي الكامل لإسرائيل. وللحديث حول هذا الملف معي الأستاذ خالد الترعاني، الكاتب والباحث في الشؤون الأمريكية. أهلا بك معنا أستاذ خالد. حياك الله، تحية لك ولمشاهديك. حياك الله. أستاذ خالد، بايدن قال الصداقة الأمريكية الإسرائيلية لا تنكسر، ضمن أي سياق يأتي هذا التصريح في ظل حالة الفتور التي تجمع الإدارة الديمقراطية في البيت الأبيض مع حكومة نتنياهو؟ تصريح جو بايدن يأتي بسياق تصريح كل الرؤساء الأمريكيين منذ عام 1948 إلى اليوم، وهذا ليس غريبا بالرغم من يعني وجود حكومة يمينية، حكومة يسارية، حكومة متوسطة في دولة الاحتلال الإسرائيلي. دائما الرؤساء والسياسيين الأمريكيين يرددون مقولة أن دعم إسرائيل هو حجر الزاوية في السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط. فبرأيي ليس هناك أي جديد فيما صرح به الرئيس جو بايدن. نعم، هل هو التأكيد كما تفضلت أستاذ خالد أننا نفرق ما بين هلالين، إسرائيل الدولة وما بين الحكومات التي نتفق أو نختلف معها؟ هل تصريحات بايدن جاءت لتكريس هذا المفهوم؟ يعني هي تصريحه هو لتكريس مفهوم أن الولايات المتحدة داعم مطلق لدولة الاحتلال الإسرائيلي. اليوم سوف يتحدث إسحاق هرتزوغ رئيس دولة الاحتلال في جلسة مشتركة لأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، وهذه هذا الخطاب الذي يلقيه إسحاق هرتزوغ يأتي تقريبا في الذكرى 35 لإلقاء والده حييم هرتزوغ الذي كان رئيسا لدولة الاحتلال الإسرائيلي أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب. لم يتغير شيء، تغيرت الوجوه والسياسة واحدة، تغيرت الوجوه والعلاقة الوطيدة العضوية بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية هي نفسها. ولكن برأيي أن ما علينا أن نطرحه وما علينا أن نتساءله نحن كمهتمين بشأن الفلسطيني، بالنسبة لي كفلسطيني، كفلسطيني أمريكي أيضا، هو لم يتغير شيء في السياسة الأمريكية. نعم. بجوهرها منذ 35 سنة، منذ تحدث حييم هرتزوغ والد إسحاق هرتزوغ الذي سوف يخطب في الكونغرس اليوم، لم يتغير شيء بالنسبة للولايات المتحدة ولا الاحتلال الإسرائيلي. ماذا تغير بالنسبة لنا؟ الذي تغير بالنسبة لنا هو أنه أصبح التعاون الأمني بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال الإسرائيلي مطبعا ومقبولا إلى حد كبير. أصبح تطبيع دول عربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، والآن في المغرب هناك ممثل ملحق عسكري لدولة الاحتلال الإسرائيلي. أن المملكة العربية السعودية الآن تسمح للطيران
طيران الاحتلال الإسرائيلي أن يطير فوق المملكة العربية السعودية، فوق مكة والمدينة والحجاز ونجد. الطائرات الإسرائيلية تطير وتختصر آلاف الدولارات وآلاف الساعات من الطيران لكي يعني تطير حول المملكة العربية السعودية. الذي اختلف هو أن عدد المستوطنين زاد بشكل سرطاني في الضفة الغربية. الحصار على غزة أصبح قاتلاً. أهلنا في 48 يعانون معاناة شديدة جداً. أهلنا في القدس تهدم بيوتهم والمسجد الأقصى ينتهك. أنا برأيي لا يجوز ولا يعني وليس من اللائق كثيرا أن نكون مسكونين بالسياسة الأمريكية وما يقرر جو بايدن أو ما يتحدث به أعضاء المجلس الشيوخ أو أعضاء مجلس النواب أو حتى السياسيين الأمريكيين. يجب أن نكون مسكونين بهذه المقاومة الشريفة في فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكالها طبعا. نعم، هل من رسائل أمريكية ضمن إطار التحليل السياسي استقبال وتنظيم سريع لزيارة هرتسوغ وخطاب أمام الكونغرس وهذه التصريحات المطمئنة، وكما تفضلت هي هذا هو لب يعني السياسة الأمريكية تجاه الكيان الإسرائيلي، وما بين نية بنيامين نتنياهو زيارة بكين ورفع مستوى العلاقة ما بين تل أبيب وما بين بكين والصين وعلاقتها مع الولايات المتحدة؟ هل من رسائل خفية بين هذا وذاك؟ يعني ليس هناك رسائل خفية، الرسائل واضحة وصريحة بدون أدنى شك. الرئيس الأمريكي يقول لك العلاقة بين إسرائيل، دولة الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة غير قابلة لأن تنكسر. يعني ماذا نريد أكثر من هذا؟ هذه ليست رسائل مبطنة وليست رسائل خفية وليس هناك ما نقرأ ما بين السطور. هو يقول لنا السطور، العلاقة غير قابلة للكسر، دعم دولة الاحتلال الإسرائيلي هو حجر الزاوية في السياسة الأمريكية. أنا برأيي يعني ننتقل نعم. هل أراد قطع، كان قصدي من السؤال أستاذ خالد، هل أراد قطع شيء في مسار سياسة بنيامين نتنياهو والرسائل التي أرادها من تحديد موعد لزيارة بكين؟ هل هناك رابط ما بين يعني الذهاب الذي أحدث جدلا داخل الكيان الإسرائيلي أو يحدث جدلا قبيل الزيارة التي ينوي نتنياهو القيام بها إلى الصين وما بين هذا التصريح؟ يا سيدي، أنا أعتقد أنه لو جاء بنيامين نتنياهو وتغوط على تمثال الحرية في نيويورك فلن يكون هناك في الوقت الحالي أي تغيير في السياسة الأمريكية الرسمية للولايات المتحدة تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي. الشيء الوحيد يعني هناك دائما اختلاف على التفاصيل وليس اختلاف على الجوهر. يعني مثلا خلال لقاء جو بايدن مع إسحاق هرتزوغ رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي بالأمس، تحدث جو بايدن عن أنه يجب أن يتأنى نتنياهو بإجراء التعديلات القضائية في دولة الاحتلال. يعني هذا برأيي هو تدخل مباشر ولا يجوز إذا كنا نتحدث عن دولتين وإن كنا لا نعترف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هو تدخل من رئيس الولايات المتحدة في الشأن الداخلي لدولة الاحتلال. إذن هو يعني يرى أنه صاحب قرار، أولا أنه صاحب التزام، أنه مستثمر كبير جدا في دولة الاحتلال ولا يريد لهذا الاستثمار أن يذهب هباء، لأنه تحدث عن ما يسميه ديمقراطية دولة الاحتلال وأنها مهددة. يعني هي ديمقراطية دولة الاحتلال المهددة بالنسبة للسكان من غير الفلسطينيين، من غير العرب. هي نحن نعلم دولة احتلال، دولة فصل عنصري، هي دولة ديمقراطية لليهود في الحقيقة، وهذا يعني لا خلاف عليه حتى داخل مجتمع الاحتلال الإسرائيلي هم يتحدثوا عن ذلك. إذن الذي يشير إليه جو بايدن من خلال تعبيره عن قلقه من هذا التعديل القضائي والتعديل التشريعي في الكنيسة الإسرائيلي، هو يتحدث عن قلق من أن هذه الديمقراطية التي هي لليهود هي مهددة. هي مهددة لليهود وليست مهددة للذين هم واقعون تحت الاحتلال الإسرائيلي. نعم. أستاذ خالد، أمام يعني هذه المسألة الواضحة جدا من دعم الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الإسرائيلي، قد يتساءل البعض
ما الحاجة للتصويت بأغلبية ساحقة داخل مجلس النواب الأمريكي على دعم دولة الاحتلال ونفي صفة أنها دولة يعني فصل عنصري؟ ما الحاجة والكل يعلم كما تفضل طبيعة العلاقة التي تربط الولايات المتحدة مع الكيان؟ نعم، أنا برأيي هذا يعني هذا سؤال جدا جيد ومهم يعني تسليط الضوء عليه. أنا بعتقد إنه عندما يصوت الكونغرس الأمريكي وبأغلبية غالبية عظمى على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ليست دولة عنصرية، هو يعبر عن أزمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي بأن كل العالم بأنها دولة عنصرية. يعني عندما يتفاخر أحدهم أو إحداهن بالشرف فهذا دليل على قلة الشرف، وعندما يتحدثوا عن أن يصوتوا بأن دولة الاحتلال ليست دولة عنصرية فبرأيي هو تأكيد على قضية أنها أولا هي دولة عنصرية، ولكن القضية الثانية هي أنها دولة مأزومة وتواجه أزمة في شرعيتها، أن العالم يشكك بشرعية دولة الاحتلال الإسرائيلي كدولة فصل عنصري، دولة قائمة على الاحتلال وعلى انتهاك حقوق الآخرين وارتكاب جرائم حرب ضد. نعم، كيف قرأت التحول أستاذ خالد؟ يعني من حالة برود ما بين الاتصالات ما بين نتنياهو وما بين بايدن، وفجأة اتصال وقبول مبدأ الزيارة لكن دون تحديد موعد محدد، ما الذي تغير لدى الإدارة الأمريكية حتى تعيد حسابات زيارة نتنياهو مرة أخرى؟ نعم، يعني أولا الزيارة ستكون قائمة، هي قائمة، قضية متى هي قضايا إجرائية وقضايا مناورات بين الحزب الديمقراطي الذي هو يتمثل بجو بايدن أو جو بايدن كرأس للدولة، هي مناورات بينه وبين نتنياهو. الزيارة قائمة، ليس هناك شك، لا أحد يشكك أنه سوف تكون هناك زيارة قائمة، لأن العلاقة كما قلنا هي غير قابلة للكسر وأنها علاقة عضوية. برأيي أن الذي تغير هو أن موسم الانتخابات قد حان، موسم الانتخابات قريب، والرئيس جو بايدن لا يستطيع أن يستمر دون أو يذهب إلى المتبرعين من المؤيدين لدولة الاحتلال الإسرائيلي دون أن يكون هناك لقاء مع نتنياهو، ولكن عدم تحديد الموعد هو نوع من الشد والجذب بين نتنياهو وجو بايدن، الذين يعني من المعروف أن العلاقة بينهم ليست بهذه المتانة على المستوى الشخصي، وهذا برأيي مهم يعني أن نفرق بين أن هذا عدم متانة العلاقة بين نتنياهو و جو بايدن على المستوى الشخصي هذا لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على مستوى دعم الولايات المتحدة السياسي والعسكري. نعم، والاقتصادي والدبلوماسي. لطالما كان من الأسباب الرئيسية لهذا البرود هو ما أقدمت عليه حكومة المتطرفين برئاسة نتنياهو حول مشروع قانون التعديلات القضائية. المشروع ذهب إلى الكنيست وأقر بالقراءة الأولى وهو ذاهب بالقراءة النهائية بطبيعة الحال. الغريب كان أن الموافقة والاتصال وعودة العلاقة إلى طبيعتها ما بين الرجلين إنجاز لنا الوصف جاءت بعد هذا الإقرار. هل هذا تنازل من طرف بايدن والإدارة الأمريكية؟ هل يمكن تصوره كذلك أستاذ خالد؟ يعني لا نستطيع أن نقول أنه تنازل، لأنه ليس هناك للولايات المتحدة ما تتنازل عنه. الولايات المتحدة فقط تعبر عن رأيها بالتعديلات القضائية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، فهي لا تتنازل في الحقيقة لأنها ليست صاحبة الشأن في هذا الموضوع، هو موضوع داخلي ضمن منظومة الاحتلال الإسرائيلي. ولكن الولايات المتحدة كصديق وحليف لصيق بدولة الاحتلال الإسرائيلي تعبر عن قلقها، ولا أعتقد أن الاتصال يعبر عن تنازل أو تراجع من جانب الولايات المتحدة أو من جانب جو بايدن، لأن جو بايدن في لقاء أمس كما ذكرت لك في لقاء أمس مع إسحاق هرزوغ رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، ونعلم أن رئيس دولة الاحتلال هو يعني منصب شرفي وليس منصب تنفيذي كما هو منصب رئيس الوزراء، خلال لقائه مع إسحاق هرزوغ رئيس الدولة دولة الاحتلال عبر عن قلقه من قضية التعديلات القضائية التعديلات الدستورية، كما أن جو بايدن دعا أحد يعني أهم الصحفيين
اليهود المؤيدين لدولة الاحتلال الإسرائيلي توماس فريدمان من نيويورك تايمز، دعا إلى لقاء استمر لمدة ساعة، هي عبارة عن حديث بين جو بايدن وتوماس فريدمان، ليس كلقاء صحفي وإنما كنوع من الاستشارة، استشارة من بايدن كي يفهم كما ذكر بايدن منه قضية وماهية التعديلات القضائية التي ينوي الكنيسة أن يصوت عليها. نعم. خالد الترعاني الكاتب والباحث في الشؤون الأمريكية، كل الشكر على وجودك معنا ضمن نقاش زيارة رئيس دولة الاحتلال للولايات المتحدة الأمريكية ولقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن.